بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم فريق ابتسم نرحب فيكم في الحلقة السادسة من برنامج همسات الثويني للاستشارات التربوية، وحلقتنا اليوم بعنوان تستحق الامتياز. شلونك دكتور؟ الحمد لله بخير، ربي يحفظك. الحمد لله. هذه العقدة اللي جننت ناس وايد، هالامتياز هذا جنن الأمة. ناس استخفت، ناس انتحرت، ناس غشت، ناس خدعت، ناس اشترت، ناس زورت. قصص عجيبة أعرفها خلال هالسنوات اللي عشتها من وعيت على المدرسة 50 سنة. يعني خل مرحلة الطفولة الأولى، نتكلم عن الطفولة المتأخرة مع المراهقة إلى اليوم، أكثر من 50 سنة. يا ويلي يا فهد، شبح سميتها عندي محاضرة اسمها شبح الامتياز. شبح الامتياز، خلنا يلا نتعرف على الشبح اليوم دكتور. خلينا ندخل في هدي. يلا شنو سؤال عندك اليوم؟ حلقتنا لليوم دكتور كان: ما هو أكبر صعوبة كانت تواجهك أثناء الدراسة؟ شارك ويانا تقريبا 455 مشارك دكتور. 26% قالوا عدم الفهم، و40% دكتور قالوا ضعف الحفظ، و11% قالوا حل الواجبات، و23% قالوا التحضير المبكر. تدري اكبر مشكله، انا حطيت جواب. اكبر مشكله عندي الحفظ، احفظ بسرعه وانسى بسرعه. يعني هذا كان بالنسبه لي شيء جدا مزعج، خاصه على ايامنا لما يكون كتابين رياضيات كل واحد 250 ورقه، كتابين فيزياء كل واحد 250 ورقه، كتاب الاحياء 300 ورقه، كتاب الكيمياء 290 ورقه، وانت رايح والجيولوجيا واللغه العربيه والدراسه العربية. كل ذولا كل واحد درجتك في اختبار واحد، يا تكون يا تكون. فكان شيء مهول من الحفظ. فكان بالنسبة لي أنا كانت هذه فعلا، خاصة في المواد العلمية ما عندي إشكال كبير، في المواد الأدبية، في الجغرافيا، في التاريخ، في الشخصيات، في السير. يا ويلي كنت أتعذب وين كنت أتعذب. تدرس هذه دكتور؟ وين كنت أدرس قصدك؟ يعني في ايه البيت؟ وين؟ 290 وهذه فوق ما السطح. كنت تدرسها فوق السطح. ها فوق السطح. وكنت أدرس من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 4 العصر، بعد الساعة 4 أروح ألعب. ما في شيء اسمه وقت امتحانات أنام ده. لا لا خلاص، 4 لعب، ما في مجال. لا تقولي نفسكم أنتم الآن عندكم خطط، عندكم برامج. خلينا ندخل فيها، إيش رأيك؟ شنو همستنا لليوم دكتور؟ خلينا ندخل عشان أقول لك شيء، ولا اليوم يروح الوقت ما نجاوب الناس على أسئلتها. الامتياز هو عبارة، تابعوا معي، الامتياز هو مجهود دراسي. الامتياز ليست ورقة يكتب عليها ايه او ممتاز، لا، الامتياز هو مجهود الله سبحانه وتعالى يبي منا السعي. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، السعي ان الانسان يبدأ يبذل المجهود المطلوب منه والنتائج على الله سبحانه وتعالى. هناك مجهود يسمى مجهود الامتياز. إذا يا ولدي فهد أنت طبقت مجهود الامتياز، جبت ألف ولا باء ولا جيم ولا حتى راسم، ما حد بيلومك، ما عليك لوم، بذلت الوسع المطلوب منك. لكن في الغالب الله سبحانه وتعالى يعطينا، نعم يبتلينا ولكن يعطينا. فالإنسان إذا مشى على هذا المجهود، وألخصه بسبع خطوات سريع على طول: الدعاء، لأن ما في توفيق، اسمعوني يا أبنائي بناتي، مهما كنت ذكيا المعطي الله، مهما كنت داهية المعطي الله، مهما كان مو بيدك. فإذا النجاح أي النتيجة تحتاج منك إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. خليني أقول لك نكتة. لما كنا أطفال فهد، إحنا نصلي مرتين بالسنة، طبعا أنا أتكلم أطفال دون سن البلوغ، يعني دون المر، نصلي بالسنة مرتين، برمضان نصلي لأن الناس كلها تصلي، ونصلي وقت الامتحانات، ويوم ادعي لي يوم ادعي لي يوم ادعي لي يوم ادعي لي وقت الامتحانات. غير هذا سلامتك، ما نعرف لا دعاء لا نعرف شيء. طبعا هذا عن جهل على وقتنا، بس انتم ما شاء الله علماء. فبالتالي رقم واحد الدعاء، وفيه اللجوء الى الله سبحانه وتعالى حتى ييسر لك يوفقك. وذكرني اثناء الاسئله اقول لك قصه صارت بيني وبين واحد من عيالي. المهم الامر الثاني التحضير، اللي ما حد يحبه. تحضير ما حد يحب يحضر، لكن اكو ناس يا فهد تدري بالصيف شو يسوون؟ انت وربعك لعب كره، طلع طبعا سوني مدري شنو، هذول دراسه للسنه القادمه.
ولا شلون يجيب 99.7 من 10؟ انا بفهم شلون يعني، شلون والله من وين، من اين لك هذا التضخم؟ من وين؟ طول الصيف يدرس يحضر حق السنه الجايه. طبعا انا ما راح اقول كل الطلبه يتحولون الى اله او كتاب، لكن التحضير المبكر شيء عجيب ومجهود راقي، ويخلي تدخل الاختبار وانت فله، تخلص بنص ساعه وتطلع. وعلى هذا اكو قصه، بس اذا صار تذكرني قول لي امتحان رياضيات. يلا اذا دعاء وتحضير رقم 3 التلخيص. يا سلام على التلخيص. دكتور نجيب عبد الله الرفاعي ربي يحفظه ويبارك في عمره من اميز الناس في تدريس المهارات الدراسيه، هو رقم واحد. في عنده شيء، عنده كتاب اسمه الخريطه الذهنيه. شلون ترسم خريطه حق الماده، اي تلخيص، والتلخيص هذا فن. الامر الرابع الفهم. لازم تفهم، اكو ناس ما تفهم بس تصم. لا افهم. شفت شلون لما فهد لما تكون يوعان يبوا لك صمونه حاره بس تبلعها تبلعها تبلعها، يخلص الاكل تحس نفسك يوعان، غير اللي يحطها ويلبس، يحط لك الفوطه ويحط لك الغرشه الاچار ولا الفلفل ولا الصوص، وياكل لقمه لقمه. في النهايه انت اكلت نفس الصمونه وانا اكلت نفس الصمونه، لكن انت بلعتها ما حسيت بطعمها ولا اعرف شنو فيها، لكن انا تلذذت بها كالذي يشرب العصير يمزه مزا. تدري فهد لما تشرب الماي بالمز عجيب، ما تشرك، ما تحس، تحس انه يسرسح ويدخل. كذلك الدراسه اللي يفهمها حتى لو اخذ وقت شوي طويل، لكن تتسرسح قاعد فخلاص. اذا بعد الفهم ياتي الحفظ، هنا ياتي الحفظ. فاذا انت دعيت الله سبحانه وتعالى ويسر لكم، حضر جاهز حق الماده قبل، وتالي فهمت لما تحفظ تلزق المعلومه. ثم التطبيق، التطبيقات. من ابنائي بناتي لا تغفلون عن حل المسائل. اذا المعلم اعطاكم مسالتين حلوا 4، اذا المعلمه اعطتكم 10 مسائل حلوا 20، لان الامتحان صراع بينك وبين الوقت وليس بينك وبين المعلومه. انا اتكلم عن طالب الامتياز ما عنده مشكله مع المعلومه، عنده مشكله مع الوقت. فما الذي يجعل يدك تسير على الورقه سيرا سريعا 120 160 سرعتك كيلو بالساعه؟ انك متمرن تمرينا تمرينا جيدا، يعني تمرنت على المسائل. الامر الاخير وهو المراجعه. الماده انا فاهمها وحافظها ومسوي تطبيقات، راجع 3 مرات. الامتياز تحطه مخباتك، اذا 4 مرات تحل وانت مغمض، اذا 5 مرات تحل وانت ببيتكم. هذا اسمه مجهود الامتياز. تبي تستحق الامتياز ابذل المجهود، والله يوفقكم ان شاء الله. امين يا رب. دكتور، دكتور بمناسبه اليوم، حلقه اليوم تستحق الامتياز، وايضا بالاسبوع الماضي يعني المؤسسات التعليميه بداوا دكتور تعليمهم الالكتروني، عسى الله يوفقهم ان شاء الله. دكتور، سؤال من احد الطلبه يقول لك دكتور ما الحل مع التسويف الدراسي رغم اني اضع خطه ولكن لا انفذها؟ الريال يحط له خطه بس يسوي شيء والخطه بصوب ثاني. هذا اللي تكلمنا عنه في حلقه المبادر، هذا المبادر العادي اللي هو يسوي الحد الادنى. انا حطيت خطه، لكن خلنا نشقح ننط نقفز الى المبادر من الطراز الاول. المبادر من الطراز الاول اذا كتب خطته نبتدا الان وليس غدا، الان. فاذا انت سويت خطه يا ولدي علشان ما تقف، ابدا الان، لا تقول راح اسوي خطه علشان ابدا يوم الثلاثاء القادم. لا يا ولدي، لا، ابدا الان. في عندنا شيء اسمه تحضير، حضر من اليوم حق الثلاثاء. ليش تنتظر لما تروح الكليه او الجامعه تدخل القاعه علشان تدرس؟ لا لا، ادرس قبل. اقول لك شيء، في دراسه الدكتوراه، في دراسه الدكتوراه رحت الجامعه الى بوسطن، جامعه بوسطن يونيفرسيتي في امريكا، رايح ومعي بحث، معي مقدمه بحث رساله الدكتوراه قبل ما ادرس. ما شاء الله. طالع من الكويت ماخذ معي بحثي. خلاص باقي رايح تخلص دكتور. إيه؟ رايح اخلص، انا مو رايح انام في الجامعه، انا رايح اخلص. لا يبا، رايح اخلص. فبالتالي يا ابني التسويف قضيه اداريه، شخصيه اداريه. فاذا انت حطيت خطه لتبدا غدا او بعد غدا، انت تسوفت ان لم تبدا اللحظه الحاليه الان. فكل من وضع خطه يا فهد يطبقها الحين. ملابس الحين، نظافة الحين، دراسة الحين. طيب دراسة بعد 4 أشهر؟ لا، الحين. قراءة، ليش؟ أتعلم قراءة، أتعلم الكتابة، أتعلم اللغة، أتعلم الحساب، أتعلم كيف أسأل، أتعلم كيف أستمع. إذا الخطة بدأت مثل السيارة وهي واقفة،
واقفه بتطير، السياره ما تطير وهي واقفه، هذه الا في المدن الترفيهيه تركب عاد هذه عاد تذكر لما رحنا الطلقه والخرابيط، هذا في الترفيه. في الترفيه ينطلق الانسان انطلاقا من لحظته او من سكونه الى 120، لكن الانسان الجاد مثل الموتر، مثل السياره، مثل القطار، على مثل الطياره، تمشي على الرن واي بعدين تطير. كذلك في الخطط، المرحله الاولى اصعب واحده، اللي هي انك حط ايدك، بمجرد ما تسترسل لن تقف باذن الله، لانك راح تستشعر تستطعم لذه النجاح والتميز اثناء العمل. اذا ابدا الان هو علاجها ان شاء الله بإذن الله. دكتور بس تسمح لي انك تفتح الكومنتات لان ليش انا اسف نسيت، اسف يا جماعه، حكم على راسي، انا نسيت. نعم دكتور، نبدا بالاستشارات ان شاء الله. دكتور الاستشاره الاولى اليوم كانت تقول لك كيف اتعامل مع الطفل 11 سنه عمره لكن حرشي. حرشي دكتور، لديه بعض التصرفات المحرشين. نعم الحمد لله. طبعا هذا احنا اجلناه من الحلقه الماضيه لان ما ندري شنو التحرش، ولكن احنا اخذناها قلنا بحسن ظن على الشقين، يعني احنا ما راح نتوقع ان هذا مجرم جنسي متحرش، لكن متحرش اي مزعج، اي حرك، اي صاحب مزح ثقيل. لكن هذه الخطوات ممكن تنطبق على اي نوع. اليوم ليش انا اجلت الجواب؟ هذه الخطوات تنطبق على اي نوع من انواع الايذاء او الانحراف او الازعاج او التحرش، سواء كان غشمره، ضحك، مزح والى اخره. الانسان الذي يؤذي غيره او يؤذي ذاته هو واحد من خمسه، اما انه جاهل فيعلم، ما يعرف ان هذا غلط، انا طول عمري اعمل الحركه معاكم انتم تضحكون فتعلمت ان هذا صح وهو غلط. فقد يكون كل اللي محتاجه هذا الانسان نقول له ترى هذا غلط وهذا صح، بس سبحان الله شوف انسان يتغير من حال الى الى علم. العلم عجيب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يصير، انما يخشى الله من عباده العلماء. شوف العلم يخليك تعرف ربك، تخاف من الله، تخاف منه فتلجأ اليه، مو تخاف منه فتفر منه. شوف الله كل شيء تخاف منه تفر منه الا الله عز وجل بعظمته وجلاله، تخاف منه تفر اليه، يا ربي خفتك فأيك فألجأ اليك، فأركع فأسجد فأصلي فأدعو. شوف هذا العجب، هذا العجب العجيب، العلاقة الجميلة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. إذا شو نقول؟ العلم. فإذا أول شيء خلونا نتأكد أن هذا الإنسان المؤذي أو المزعج أو المتحرش أنه يعلم، مرات ما يدري. فإذا علم كف الشر، خلصنا. الدرجة الثانية العرف. كلهم يسوون نفس الفعل، كلهم يتعرون، كلهم يضربون، كلهم يشتمون، كلهم يغشون. شيء لما تقول حق طالب المدرسه الحين وقت الامتحانات يا اولادي بناتي الغش حرام وليس في مجال ابدا، مو مساعده ها دكتور؟ اي يقول لك مساعده، واللي يقول لك لا اسمع الفتوى، اسمع مره افتى احد الطلبه افتى 1986 ميلادي خرجت فتوى عجيبه، ما ادري من الشيخ اللي افتى فيها وليس شيخا طبعا، هي هم تبلوا الطلبه عنه. قال فاما فقال الشيخ، يقولون لي الطلبه فالفتوى اسمع الفتوى، فقال الشيخ فأما الغش في أمور الزواج والتجارة فلا يجوز، وأما في أمور الدنيا فلا بأس. أستغفر الله، من وين لك الفتوى؟ قال والله شيخ، أي شيخ؟ طلعها من مخباته ولا طلعها من وين؟ طلعها التجارة خلاها مو من الدنيا دكتور. يعني إيه التجارة؟ لأن فيها حديث، فيها حديث مباشر أي، وفي الزواج فيها حديث يعني فيها شرعيه. فقال لك اما في الزواج والتجاره امور الدنيا فسمونها مساعده. لا، اذا ايضا قد يقول لك العرف، كل الناس تغش واذا ما غشيت ما انجح، كل الناس تفعل واذا ما فعلت ما احصل على نصيب، ما يجوز ما يجوز. فاذا الامر الثاني قد يكون العرف المحيط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القاتل 99، اترك قومك العرف، واذهب إلى قومي كذا وكذا تجدهم يعبدون الله فاعبد الله معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا قد يكون مشكلة في العرف، فنبدل العرف، نبدل البيئة، تتبدل البيئة يعني. لأن العرف هذا اللي تعرف على مجموعة هو يضيعنا ولا هو يخلينا نلتزم كذا أو كذا في الاتجاهين. طيب إن لم يكن هذا فهو علم وبيئته طيبة، الأم والأبو ناس طيبين. نروح لرقم ثلاثة وهذا خطر، الأخلاق. تكلمنا عنها تذكر؟ نعم.
الحلقة اللي طافت ما يحتاج، أعطانا تفاصيل الأخلاق، لأن الخلق والسلوك بين قوسين يتبعه التلذذ، يمزه مزا، يرتشفه ارتشافا، يستطعمه استطعاما. فهذا التلذذ يخلي الواحد يكرر بعد مرة، يا ربي بعد مرة، بعد مرة، ويتوب بعد مرة. فهذه قضية أخلاقية، فالأخلاق يحاسب عليها الفرد. لا، فإذا كان يتلذذ بالخطأ والإيذاء نقول له قف عند حدك ولا تفعل، وإلا حرمنا قللنا. فهنا يأتي التحفيز الإيجابي والسلبي. نعم. طيب لا والله سلوكه زين وأخلاقه زينة. تأتي رقم أربعة، ارتباط فكري. صارت له حادثة معينة في فترة معينة، فارتبط في ذهنه أن الأمر هذا لا يحدث إلا بهذا الشكل. أنا ما أقدر أدرس إلا إذا عاكست، أنا ما أقدر أدرس إلا إذا تحرشت، أنا ما أستوعب إلا إذا فرغت. أكو ناس عندهم هذا ومرت عليه حالات هذا كثيرة. الربط دكتور ناشئ هو اللي أصنعه حق نفسه ولا مواقف تفلت؟ موقف وقع بموقف ما ويسمونه ارتباط، ارتباط فكري. نعم. النفسانيين ما شاء الله عليهم تخصصهم خاص، اللي علم النفس الإكلينيكي ذولا هم تخصصهم هذا، يزرعون ارتباطات فكرية وينزعون ارتباطات فكرية، تخصصهم. طبعا المتميز منهم، في منهم ما درسوا، في بعض الأخصائيين ما درسوا، لما دخلوا الجامعة لكن ما درسوا، أي ما نعم. بذلوا مجهود الامتياز، فخلاها حد قده. يا الله يقول لك سي وقطع، يا معود خلينا ننجح، تكفى دكتورة. ما أنا كنت أدرس بالجامعة وأعرف، درست 27 سنة، 30 سنة يعني في عمر تدري، أنا في التعليم 30 سنة، ما شاء منها الله. بالجامعة 27 سنة. فيك الدكتور يقول انت طيب واحنا نستاهل، بس مشني مشني. فتصور انت طيب وحبوب، هذا يمشي وهذا يمشي وذاك يمشي، يطلع من الجامعه بسي، ما لا يعرف مما درس ولا شيء. فهذا عنده شهاده ولكن لا علم له، قد يعلم بعض الامور ولكن لا مهاره له، قد يعرف بعض المهارات ولكن لا اتقان له، وقد يتقن بعض الاشياء ولكن لا خبره له. فوين ما تحطه ما ينفع. فاما الامر هذا الارتباط، الارتباط الفكري يحتاج الى اخصائي، الام والابو ما يقدرون. الامر الخامس القيمي، وهذا اخطر واحد. يقول لك انا احس بقوتي بزهوي لما اسوي الفعل. يعني انا ما لي قيمه الا لما اؤذي. هذا يحتاج الى طبيب نفسي. هذه الحالات الخمسه الذي يسلك فيها الانسان سلوكه الحسن او السيء، اما بعلم او ببيئه عرفيه او بتلذذ ايجابي او سلبي او بارتباط فكري او ارتباط قيمي. الاول والثاني والثالث الاب والام يقدرون نعم. بالتعليم وبالتحفيز وبتغيير البيئه وبالمصاحبه وبالمعايشه لكن الارتباط الفكري اخصائي نفسي، واما الارتباط القيمي الانسان يتلذذ بما يؤذي الناس ويجد هذه قوته وهذا فنه، الطبيب النفسي هو من يساعدنا بعد الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الامر. ولهذا أجلت الإجابة لخصوصيتها في كل هذه الأنواع من السلوكيات السلبية إن شاء الله. ان شاء الله دكتور. ايضا يسالونك يقول لك انا شخص الصراحه دكتور ما اعرف شلون اتواصل مع الاخرين او شلون اقدر اتواصل مع الاخرين دكتور. وايد ناس يقولون لي احنا ما نفهمك. عني أنا ولا عنك أنت؟ لا لا عني ولا عنك، سؤال عن السائل. أحسن لك، احسن لك، لحد يفهمك حتى لا يترجمون تصرفاتك ولا يعرفون. احنا نتحايل على الناس. ذاك اليوم انا رايح، صار لي موقف زين. رايح مشوار وانا بالسياره ولابس الثوب الدشداشه ولابس الكوفيه العمانيه وحاط كمامه، وانا بالسياره وانا ما للحين ما وقفت ولا واحد واقف، اهلا دكتور كيف الحال؟ لا انا لا لو اشوفك ما اعرفك دكتور. لا اله الا الله عليهم كلهم، ولدي شوفني ما يعرفني. صح. صادني صدق، مره بالسوق قاعد امشي كان يقول واحد دكتور ثويني، كان قلت له نعم، قال صدق انا ما شفتك من قبل بس عرفتك من صوتك. لا حول ولا قوه الا بالله، واحد يعرفك من ظهرك، واحد يعرفك من صوتك، واحد يعرفك وانت متلثم. بعد شو بقى متى وين تنخش يا ولدي؟ اذا انت الناس ما يفهمونك ارحم لك علشان تسوي اللي بخاطرك، تسوي الامتياز وما حد يدري عنك. طبعا التواصل هذا فن، تدري فهد في كليه اسمها كليه التواصل، كلية تخصص، ها ما اعرف المعلومة. لا تخصص، تخصص كامل اسمه التواصل، تخصص كامل اسمه الاتصالات كوميونيكيشن. تاخذ هذه تخصصات سواء كانت بشرية او كانت تقنية. فهذا السؤال جميل،
يبقى الآن ما لا أحسن التواصل، ماذا يقصد؟ ما عندي ألفاظ حلوة أتواصل مع الناس. رقم اثنين، ما أحسن الحوار المفتوح. رقم ثلاثة، ما أحسن تكوين علاقة. كل هذا من التواصل، كل هذا من التواصل. أنا أعطيك 3 أشياء على السريع، 3 أشياء يا ولدي تساعدك في حسن التواصل. رقم واحد، حسن الخلق، هذا قانون. ليش؟ لأن حسن الخلق جاذب. فأنت بدل ما أنت تركض وراي علشان تكلمني بحسن خلقك، أنا اللي أجيك. فإذا تنتصف المسافة بمجرد أنك تحسن أخلاقك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العجيب. رقم اثنين، التواصل. يعني تسأل عني، مناسبة عزة تعزيني، مناسبة مفرحة تبارك لي، تسلم علي. أقول لك شيء، اليوم الصبح اتصلت بالدكتور أسعد، تواصلت معه، فهو كان رايح مكان، على طول دز رسالة يقول أنا في المكان الفلاني، تبي شيء يجيب لك وياي؟ دب. تواصل اسمه قضاء حاجات. إذا 3 أنواع من جزاه الله خير أبو عبد الله دكتور أسعد، وهذه طبيعة الناس الطيبين، يكسبك وأنت ما تدري. إذا أول خطوة يا ولدي حسن أخلاقك، ثاني خطوة تعمد التواصل في المناسبات. بس لو تسأل، ألو فهد، خل أسألك سؤال، ممكن تجاوبني لو سمحت؟ أنا أدري أنت مشغول بالأسئلة. متى دام فضلك، متى آخر مرة واحد اتصل عليك بس قال شلونك شو أخبارك، بس داق أسلم عليك وسكر السماعة ما طلب شيء؟ شوف قاعد تفكر، قبل شهر، قبل شهر. اي شوف شوف، انا اوجه سؤالي لاحبابي المتابعين والمتابعات، متى اخر مره اتصل بكم شخصا فقط قال شلونك شخبارك، حبيت اطمئن عليك، السلام عليكم السلام، سكر السماعه. او متى اخر مره اتصل عليك واحد قال انا موجود في السوق الفلاني بالخضار، تحب خضره ولا فاكهه ولا اجيب لك، ولا طق عليك الباب قال لك تفضل هديه ومشى. كل الو وينك، محتاجك محتاجك، ابي واسطه، ابي كذا عندك كذا، سيد بعضه ما يسلم. اذا هذا المقصود في التواصل، انك ما تبي مني شيء. رقم 3، قضاء الحاجات، اقضي لي حاجتي، تحل لي مشكله، توصلني ما عندي سياره، تصلح بيني وبين واحد من ربعي، بيني وبين ازعاج. هذه الثلاثيه يا ولدي الطيب تخليك انت ابو التواصل ان شاء الله. باذن الله. دكتور ايضا سؤال يقول كيف اتعامل مع ولدي عمره 17 سنه دكتور، في وسواس كل يومي دكتور، ويشكي من ألم بجسده. طبيب نفسي مباشرة، لا تتأخرون على الولد، لا تأذونه. والطب النفسي طب مثل أي تخصص، أنف وأذن وحنجرة، الأمراض الجلدية والتناسلية، الأمراض الباطنية، أمراض القلب والشرايين، أمراض الغدد الصماء، كل هذه تخصصات، ومنها الطب النفسي. الدكتور هذا راح وتغرب 13 سنة 14 سنة عشان قاعد يقرأ كتب، عشان يجاب لي وجاب لك إذا عندنا مشكلة. مباشرة الليلة ابحثوا عن طبيب منصوح تحبونه وتوددوا له واتصلوا فيه وروحوا له باكر، ان شاء الله ربي يشافيه ويعافيه. راح تلقون الامر سهل وبسيط، شوية علاجات، سواء كانت علاجات سريرية، علاجات دوائية، علاجات شو اسمه بالاستشارة، هم عاد ادرى هذا تخصصه. مباشرة طبيب نفسي ان شاء الله. دكتور يقولوا لك كيف اتعامل مع اخت في مرحلة المراهقة، عفوا، دائما تقول لاختها انا اكرهك، انا ما احبك. شوف اقول لك شيء، نعم، اللي يكره ما يقول، واللي بينتحر ما يخبر. اللي يكره ما يقول، واللي بينتحر ما يخبر. لفت نظر يعني دكتور. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا فهد، بالضبط هي بالضبط. اكرهك عشان تقول ليش تكرهيني، بس ما راح اقول عشان اكرهك، عشان تودد. هي تودد، تدري شو تقول لما تقول انا اكرهك؟ انا اموت فيك، انا اكرهك، انا احبك، انا اكره القعده معك، انا غرامي اجاب لك. خلت ين، تدري انا سويت هذا الموقف مره في واحد من المصابيح، رحلات نادي المصابيح المبارك 1996، كنا مسافرين لامريكا وكندا، واحد من الاولاد جنن الوفد. احنا كان عددنا تقريبا 104، واحد عن 104 ما شاء الله عليك. شفت قائمه الممنوعات مالتنا، سواها كلها 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 كلها. لما شاف ماكو فايده كان يطق ولدي، ضرب ابني الصغير، شاف ماكو فايده قال خلاص هذا التحرش، وقت كل شيء سوى، اشترى باكيت سجاير ولا
وراء كابتن خليل، كابتن خليل الشرطي تخصص مراقبه فرديه، اخذ من الباكيت ولا هو راح كل شيء سوى. يعني قال انت ايش فيك؟ قلت له انا ما فيني شيء. قال انا برجع خلاص، رجعوني عند اهلي، انا ما ابي اسافر معاكم. انا ما بيك، انت ايش فيك؟ قلت له ما فيني شيء، انا احبك. ين قام يصيح يقول انا كل شيء سويت، شنو تحبني؟ قلت له انا احبك، انت ولدي وانا انت مسافر معاي، انت انا ابوك، انا ولي امرك الان. طبعا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى تعدلت اموره وصار من احسن الناس بعد ما الله يعني هداه وصبره وصبرنا. اذا يا بنتي هذا لفت انتباه، حاولي تفهمين شو اللي ماذا تريد، توددي لها وان شاء الله راح تصارحك وتنحل المشكله. اللي بعده باذن الله. دكتور بس انت قلت لنا ان عندك موقف مع ولدك دكتور، حاب تذكره حاليا بين الاسئله؟ اخذت احد ابنائي ايام ما كان في المرحله الثانويه الى المدرسه، فكان اثناء موجود في الاختبار قبل اذان الظهر بتقريبا 10 دقائق او كذا، انا قاعد انتظره في السياره، انا اعرف موعد خروجه، كان يعني باقي تقريبا ثلث ساعه او بين ثلث ساعه و25 دقيقه قبل الاذان، وانا قاعد ما اعرف شو اللي جاني، فقلت يا دعيت له اللهم يعني يسر له سهل عليه، تعرف الامهات الابهات يحبوا يعني دائما. المهم بس دعيت في نفسي هكذا في هذا الزمن، وبعدين اذن الظهر وبعدها بربع ساعه كذا طلع يعني نركب السياره، ساله كيف حالك شلونك يا ولدي؟ بشر قال الحمد لله. يقول قعدت 20 دقيقه بس حاط القلم وطالع الورقه، عندي سؤال واحد ما اعرف احله. قلت له زين وبعدها ما الذي حدث؟ يقول بعد 20 دقيقه فجاه طلعت لي المعلومه فكتبتها. يبا انت دعيت لي؟ قلت له اي ساعه؟ قال الساعه الفلانيه قبل الاذان. قلت له اي والله دعيت لك. بس بالاختصار دعاء الاب والام مستجاب، يعني انا ما ادري دعيت له، توافق الامراني، هو يسالني قلت له اي دعيت لك. سبحان الله حسيت ان شيء شرح صدري ووصلت المعلومه. قلت الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اكرمني واكرمك وتقبل دعائي فنفعك. اسال الله سبحانه وتعالى يسخر جميع الاباء والامهات والبنين والبنات البعض، ويجعل بيوتهم بيت عز وكرامه وطيب ومنفعه في الدنيا والاخره. قول امين. امين امين دكتور. دكتور احدى الامهات تقول لك بنتي عمرها 7 سنوات وودي ازرع فيها الالتزام الديني الصحيح، فكيف ابدا من هذا العمر دكتور؟ احنا تكلمنا في هذا عده مرات. نعم. بعدين ابدا في 7 و هذه مره الحين تأخرتي. نبدأ نبي نزرع قبل، ننمي نطور نزيد الحين. أما الزراعة فالزرع يكون في سن سنتين ثلاث سنوات من زمان يشوفونا وحنا. طبعا أنا أقول الدين، ما الدين حياتنا اليومية، كل حياتنا دين. شلون ناكل دين، شلون نشرب دين، شلون ننام دين، شلون نتعامل دين، شلون نصلي دين، حياتنا كلها دين، ما عندنا شيء خارج الدين. من اللي يقول أكو شيء برا الدين؟ اللي برا الدين اللي هو ما يعاكس الدين، الشيطنة. فاحنا احنا ما في مو حزبين، يا مع الله سبحانه وتعالى يا مع الشيطان، ما في يا حسنات يا سيئات، ما عندنا شيء ثاني. فيا امي شلون تحببينها بالدين؟ انت صير انت عيش الدين. لما تشوفك انت بسم الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتصلين وتركعين وتسجدين قدامها وتمسحين على صديرها وتدعين لها وتعلمينها وتساعدينها، هذا كله دين. فتبين تغرسين الدين؟ عيشي الدين بالبساطه، طبقي. اذا طبقتي خلاص النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يقول؟ قد صلوا صلوا كما رايتموني اصلي. معايشه يا غلام اني اعلمك كلمات رديفه، شو راكب وياه؟ فاذا الدين هو حياتنا اليوميه المرتبطه. طبعا العباده عشان بس نفهم عشان يصير فيها اجر، العباده يكون في نيه ويكون عمل صواب، النيه اي لله والعمل صواب اي موافق لكتاب الله عز وجل وموافق لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه باختصار، هذا باختصار. دكتور ايضا سؤالي يقول لك كيف نحمي أنفسنا من الأخبار السلبية دكتور اللي حوالينا خاصة بالأوضاع الحالية؟ لا تسمع، سكر على نفسك، لا تسمع لا تسمع. خلاص هذا الجواب دكتور. مو متعودين على الجواب القصير، لا تسمع. إيه لا نسمع جد جد. ولهذا شوف أنا مو ضايف أحد، ما ضيف أحد، لا ضايف أحد في تويتر ولا ضايف أحد في الانستغرام، ما اضيف، ما ابي اسمع اخبار، ما ابي. انا ما اعرف ترى، تدري ما اعرف شو يصير برا البيت، انا مو كورونا وقاعدين داخل البيت.
ما اعرف شو يصير برا، اذا ما ولدي قال لي او واحد من ابنائي في المصابيح قال لي او واحد ما اعرف ايش قاعد يصير، فانا الخبر مو هو يجيني انا ابحث عنه. فانتقي ماذا اسمع. لكن انا مخلي نفسي شاشه مفتوحه لكل الاخبار. العلاج لا تسمع. دكتور، احدى الامهات تقول لك ابني عمره 14 سنه يسوي نفسه انه رايح المسجد دكتور، ولكنه ما يروح ولا يصلي. ف شنو تسوي دكتور؟ انا استمر، نستمر بالنصح، نستمر بالنص، نستمر بالتوجيه. اذا عرف اني شفته اقول له، اقول له تعال يا ولدي. او اذا كان القصص، ترى القصص حلوه. البنت اللي مساعة الام تقول بعلم بنتي، قولي لها قصص، قصص الصحابيات، قصص امهات المؤمنين رضي عنه وارضاهن. بعد ما يحتاج، هذول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابيات، التابعيات، وايضا حتى الان امهاتنا الكبار وجداتنا. القصه حلوه يا بنتي، كانت جدتي تلبس كذا، ام المؤمنين رضي عنه وارضاهن كانت تفعل كذا. نتكلم الاولاد نفس الشيء، تعال يا ولدي نقول له سالفه، الحكي لك يا جاره مثل ما يقولون، اقول سالفه واحط فيها قصته. فالاصل هنا اننا نوسع صدرنا ونرحب صدرنا ونعطي فرص ونعلم وننصح ونوجه ونلمح ونعرض ونصارح ونكاشف، بس من غير عصبيه، من غير عقوبه، لكن بتعليم. اذا تكرر الامر نصير اتفاقيات. ترى انا يا ولدي وينك؟ 5 دقائق رحت صليت، ترى انت طلعت من البيت وما كبر ورجعت البيت وللحين ما قامت الصلاه. تعال خليني اقول لك، ترى سويناها يوم كنا صغار نصلي بغير وضوء، ترى يدك يعني لما كذا ابوك كذا. نقول ان هالامر يصير، بس انت الحين غلط وكبرت، الله سبحانه وتعالى يشوفك يا ابني، وراها جنه ونار، تبي تدخلني النار يا ابني؟ لا يا ام الحشاش. طيب انت اللي قاعد تسوي، انا امك مسؤوله عنك. فنستخدم هالاساليب هذه كلها. ايضا كتاب دعونا كيف نصارحهم، كتاب كيف نصارحهم، يعطينا كل الوسائل ان شاء الله باذن الله. دكتور، على طاري المصارحه دكتور، ايضا هناك سؤال من احد الاولياء الامور. دكتور يكتب لك، دكتور ولدي يفعل العاده السريه، فكيف فاتحه بالموضوع؟ ايش دابا؟ شو نعرف؟ هي اسمها سريه. والله لا تسالني دكتور عمال. والله ابهات هالايام مو سهلين، يطيحون يعرفون سوالف. انا اعتقد انه 3 خطوات. الخطوه الاولى بالتعريض، نرجع للخماسيه اللي قبل شويه. غالبا هذه الامور هي في الاولى والثانيه والثالثه، اما جهل واما بيئه عرف يسمع من ربعه كذا، او انه يتلذذ. فاحنا لازم نقعد معاه نستخدم، نعلمه الحلال والحرام، خصال الفطره والطهاره، ثم بعد ذلك نحرص على شيء يشوف تليفون الجهاز، نشوف نتعرف على البيئه اللي عايش فيها، لقد هي مثيره. البيت يمكن فيه اثاره، في بعض البنات في البيت ما يلبسون زين، الخادمه ما تلبس زين، وهكذا التلفزيون. الامر الثالث، لا اذا لا تاكدت وتيقنت وعندي دليل اصارحه، تعال يا ولدي الشباب اللي في عمرك يقعون في مصيبه جريمه اسمها العاده السريه، وانا اعرف انك انت تسويها، لا تقول لي شلون. يبا انت ايش دراك؟ ما يحل، مو مهم ايش دراني، تبي تتعالج، تبي تشيلها من حياتك، يبا خلاص خلينا نسولف مع بعض وناخذ خطوات. وفي اكثر من كتاب يتكلم في خطوات علاج هذه العاده، وتكلمنا احنا كذلك فيها من قبل في حلقه. اذا هذه الثلاثيه سريعه في مثل هذا الموضوع ان شاء الله. دكتور، احدى الامهات تقول لك عندها ولد عمره 14 والبنت عمرها 12 سنه، والولد الصغير عمره 10 سنوات. دكتور، اللعب بينهم ما في تفاهم ابدا، الكبار دائما يبون يفوزون فياخذونها سواء بطريقه سليمه او طريقه سيئه، يعني او طريقه غش او غيرها من الامور، ويكذبون. فشنو تسوي الام عشان تخلق جو من اللعب سليم دكتور؟ يا كورونا، كورونا طلعت فضايح يا فهد. صحيح. كورونا فضحتنا، كورونا فضحتنا، كورونا فضحتنا، طلعت اللي فينا، الغالي والنفيس والرخيص، طلعت كل شيء. فعلا فعلا هذا يحدث يا ناس. احنا ما احنا ملائكه، ترى احنا كلنا، شو يقول عليه الصلاه والسلام؟ كل من ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ترى احنا كلنا فينا اخطاء، وعندنا اغلاط، وعندنا حسنات، وعندنا سيئات، وعندنا، ترى كلنا فينا هالعيوب، وعيالنا جزء من هذا المجتمع اللي فيه اخطاء. فعيالنا ما راح عيالكم يصيرون ملائكه، لكن ابنائي بناتي، هناك اخلاقيات يجب ان نلتزمها. يعني ما يصير ان انا افوز على طول، وما يصير انا اخسر على طول، ما يصير انا لازم اخسره ولا ما يصير لازم، في هناك شيء اسمه الروح، القانون له روح،
النظام له روح، التنافس له روح. فالتنافس له روح، شنو روح التنافس؟ ان احنا نتقبل بعض، نتقبل الفوز والخساره، نساعد بعض في التنافس، ما ننافس بعض، نتنافس مع بعض، اثنين نستمتع واحنا نلعب، فيصير في اتفاق. شنو علاج هذا الموضوع يا امي؟ الاتفاقات المسبقه اسمها قوانين. العيال الشباب ما يحبون قوانين، انما الحياه الارض هذه كلها تسير بقوانين، كل شيء يسير بقانون، ما في شيء سبهلله هكذا فوضى. الله سبحانه وتعالى نظم كل شيء، حياه الانسان منظمه. بس تدري الانسان يحب ما يحب اي قيد، اي نظام يرفضه. خطا خطا ابنائي بناتي الشباب، خاصه الشباب في سن المراهقه في سن الجامعه، النظام هو المتعه، هو التلذذ، هو الامان، هو السلامه، هو النجاح، هو الانجاز، هو التفوق. فقعدي يا امي مع عيالك، سوي قبل اللعب اطفئ الالعاب، حط اتفاق، حط اتفاق يمشون عليه. ما معنى التنافس؟ ما معنى اللعب؟ الدور منو يلعب؟ طيب شلون نشجع بعض؟ شلون نعلق على بعض؟ حطوا نظام واتفقوا عليه، واللي خالف قول يلا اليوم ماكو لعب، يلا غرفه، او اقعد تصير متفرج، حدك جمهور. مع الوقت يتعلمون، مع النصيحه جانب ثاني، مع التعليم في جانب ثالث. ترى هاي تربيه لازم نربيهم، ويمكن نتعب 20 سنه ما نطلع، ما نشوف، يمكن ما نشوف النتيجه. بعض الاباء يا فهد وبعض الامهات الله يرحمهم توفوا ما شافوا النتيجه. ليش؟ بعد هذا قدرهم، يتعبون يتعبون، الكأس لم يمتلئ لم يمتلئ. 30 سنه يلا يهتدي، 40 سنه يلا يهتدي، 50 سنه يلا يهتدي، 100 سنه يلا يهتدي. مو بيدنا الهدايه لكن بيدنا التعليم. نتعبد الله كما اسلفنا في الحلقه الماضيه، نتعبد الله. او اسف، هاي كان في الحلقه مع الشيخ عبد الناصر، كان في على قناه البحر، على في للبحرين، ان نتعبد، نتعبد، انا اتعبد الله في جودي مع عيالي. عاد الله هداهم امام عيني ولا لم يفعل، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، اصبر واحتسب. نعم نعم دكتور. ايضا سؤال يقول كيف اعود ابنائي على حب القراءه؟ قبل ما اجاوب على السؤال، بس انا حاب اقول حق الناس، ربي يحفظكم، انا فخور فيكم جمهوري الطيب، انا وفهد وفريق ابتسم نحبكم وانتم عزيزين. الاجابه على الاسئله ترى على قائمه الانتظار بالويتنج ليست. في بعض الناس يبون جاوبهم الحين ويدزون على النت ويستعجلون. اعرف ان اجابه مهمه لكم، بس احنا ترى ما كل حلقه ندخل عندنا 20 25 23 سؤال على الويتنج ليست. فلما تسال احنا نحط سؤالك بالترتيب علشان نحافظ على الاولويه. بعض الاسئله اللي فعلا اشعر انها واضحه وبينه ومستعجله نجيب عليها، فسامحونا ان احنا قاعد نحطكم بالدور، وهذا من كرمكم علينا، انتم اكرمتونا قاعد تسالون وتتابعونا، فهذا يعني احنا ندعو لكم ان الله سبحانه برنامج وتعالى قائم على الاسئله دكتور. يكون اي يكون يكون في موازين اعمالكم، هذا شيء شرف لنا، يعني هذا شرف ان احنا نجيب اسئلتكم، بس على طولوا بالكم وانطروا بالدور، بالدور يا حلو. اسالني مره ثانيه. بالنسبه حق سؤال دكتور، كيف نعود ابنائنا للقراءه؟ شنو الطريقه الامثل؟ اي والله هذه اي والله، ايوه اي والله، انا احتاج واحد يقول لي بعد. الجيل هذا غير فهد، الجيل هذا الجيل غير. لان المعطيات مالته مختلفه، الاجهزه هذه الشاشات يعني سوت عملت مسافه فارق بين الكتاب وبين العيال، فنحتاج ندخلها بطريقه المسابقات، يعني يشوفونا نقرا، تكون في مكتبه في البيت، مثل ما في طاوله في عليها سلطات وعليها فواكه وعليها مكسرات، في طاوله عليها ثلاث اربع كتب او قصص من الكتب الجميله. نسوي مسابقه بين العيال، اعملوا لي شريط فيديو او مشهد تمثيلي من هذا الكتاب، فاربط الكتاب بالاحداث اليوميه، اربط الكتاب بمسابقه، اربطه باحداث، اربطه في لعبه كنز او بحث. فصير الكتاب بين يدي، لما انا اعتاد اني امسك الكتاب بين يديني ويكون منتقى واقرا فيه شيء جميل، فابدا احب. بعدين نسوي له يا شيخ خلينا نقرا قراءه جماعيه مع بعض، يلا ايش رايكم واحنا قاعدين في السياره، يلا اليوم من دوره عبد الله اقرا صفحه ونتناقش في معناها. فابتكارات، ما ادعي اني عندي صراحه طريقه يعني هكذا سحريه، لكن هذه من ضمن الاقتراحات تساعد في موضوع القراءه، واللي عنده افكار بعد يكرمنا ويعطينا على الملاحظات باذن الله. دكتور راح اختم بهذا السؤال، لان سؤال جاينا من برا دكتور. شنو تختم؟ شنو صار؟ لا لا بس سؤال محتاج يمكن وقت، انت عشان لا تقول لي تفضل تفضل، على بالي خلص الوقت ما شاء الله. لا لا ما خلص، ما خلص، باقي خمس دقائق، لكن السؤال ممكن تحتاج فيه وقت دكتور تفصل. قول ان شاء الله. لكن هو السؤال
يقول لك: ما هو واجبنا دكتور تجاه المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية في ظل الظروف الحالية؟ لا إله إلا الله. لا تدري، عندي في الممر في بيتي، في عندي الممر اللي في النص، اللي لازم يوميا أنا رايح أصلي أروح وأرجع لازم أمر عليه. نعم. اللوحة اللي موجودة على الجدار هو المسجد الأقصى. أروح وأرجع لازم أشوفه. المسجد الأقصى، الله يحفظكم، أنا أشكرك على السؤال وأشكر السائل، لأن هذه قضية كل مسلم. المسجد الأقصى ليست أرض لأحد. هذه قضية مسجدنا الثالث، أو أولى القبلتين. لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: المكي شرفه الله، والمدني للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأقصى. فقضية هذه ليست متروكة للمساومة، هذه قضية اعتقاد، هذه عقيدة، هذه عقيدة إن أنا أصلي بهذا المسجد. لازم ينزرع في نفوس البنين والبنات والرجال والنساء أنه يريد من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه أن يصلي ركعتين سنة في ذلك المسجد. نعم. هذه عقيدة، هذا حقي أنا بالكويت، بس هذا حقي. نعم، إخواني في فلسطين هذه بلدهم وهذه أرضهم وهذا مكانهم، وإحنا إن شاء الله نفزع وياهم، ولن يحررها إن شاء الله إلا الصادقين من المؤمنين. ما راح تتحرر على الإنترنت. الأقصى لن يتحرر بشعارات. فإذا القضية الأولى في قضية الأقصى أنها عقيدة، أنه تصديق، أنه إيمان، أنه عشق، أنه حب، وأنه حق. هذا حقي أنا محمد فهد محمد عبد الله صالح ثويني، هذا حقي، حقي أصلي في الأقصى. والصهاينة المعتدين المغتصبين هذول عداوة بيني وبينهم، لأنهم اغتصبوني حقي أن أصلي في مسجدي، مو تحت إمرتهم ولا بجوازاتهم ولا بأختامهم، بأختام المسلمين أهل فلسطين، وهي محتلة. عاهد من عاهد، اتفق من اتفق، هادن من هادن إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر فيها، الأرض المباركة، والنبي عليه الصلاة والسلام وعدنا فيها. لا يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتلهم، وهذا الحجر والشجر اللي قاعد يزرعونه. الصهاينه الان ايش قاعدين يسوون؟ هم عارفين الصهاينه عندهم مشروع، الصهاينه عندهم مشروع، والعرب والمسلمين لا مشروع لهم، بس عندنا شعارات، وهي على الاقل تسلي لكنها لا تغير. الصهاينه عندهم مشروع، يعرفون، يدرون، هم يدرون حقا يقينا، والماسونيه كلهم يدرون ان المسلمون منتصرون. هم يدرون ايش قاعدين يسوون، ياخرون، يستمتعون بالارض كثر ما يقدرون، يستمتعون بالظلم كثر ما قاعدين ياخرون الموعد فقط. والرابح يا فهد من المسلمين اللي الله يوفقه فيكون له اثر في بناء ذلك الانتصار، هم من الله هبه. فمنو فينا الان اللي يبي يكون صاحب هذا الفضل، اللي تكون الأقصى في قلبه بغض النظر عن ما فعل الفلسطيني أو العربي أو المسلم. هذه أرضي أنا المسلم. لا أقول هذه أرضهم، لا، أرضهم نعم كبلد، هذه فلسطين المحتلة، وهي محتلة، وإن شاء الله راح ترجع كاملة السيطرة والحرية للفلسطينيين، لكن لي حق أنا أيضا مع الفلسطينيين. هذا مسجدي، نربي عيالنا على هذه، نراويهم الصور، نراويهم الفرق بين قبة الصخرة، بين المساجد وبين البوابات، وفي مشاريع جميلة وكتب نقريهم. أنا قرأت كتاب 600 ورقة عن عن المسجد الأقصى وعن تاريخه في 10 أيام، كل يوم 60 ورقة حتى أتعلم. فإذا نقعد يا عيالنا، أول شيء نزرع فيهم حبه، أنا أخليها في بيتي عشان اللي رايح راد يشوف. وعندي فنيلة قيمتها دينار فيها بالفرنسية أحب الأقصى، معلقها في كبه، كل يوم اشوفها احبها، هديه من موريشوس، من الشباب الاسلامي موريشوس، اعطاها هديه قيمتها دينار 3 دولارات، ولكنها تحمل قلبي، وعندي صوره في انستغرام. هذه الرساله الاولى، هذا الحل الاول، اننا نزرع في نفوس ابنائنا ليس العداوه. الله سبحانه وتعالى وحده قادر على ان يمحو اسرائيل الصهيونيه وليست العربيه المحتله، يمحيهم في يوم وليله. شفت كورونا سوت؟
شفت ربي يعينهم ويسر امرهم في لبنان، ايش عمل؟ مفرقعات وامونيا شويه ماذا صنعت؟ واحده مثل هذه في اسرائيل تنتهي، مو تنتهي. هم الصهاينه يعلمون هذا، ولهذا ماذا يفعلون الان؟ يفسدون المشاريع الاسلاميه، فيتواطؤون مع ذول ومع ذول حتى يؤخرون مشروع الانتصار الاسلامي، ويفسدون على الدول الاسلاميه العربيه المشاريع. الخطوه الثانيه الان حببنا عيالنا نتكلم عنها، رقم اثنين نثقفهم بتاريخنا، هذا قرآن يقرأ، أليس المسجد موجود في القرآن؟ أليس موجود في السنة؟ نذكر عيالنا. رقم ثلاثة يتعاضد المشايخ والعلماء، مو يتنافسون ضد بعض في مسألة، يتعاضدون على مشروع إسلامي. نحن الآن بحاجة إلى مشروع، ولهذا أنا نزلت مشروعي، وكل ما أحد تكلم عن الأقصى أنا أنزل مشروعي، كيف نربي أنفسنا لتحرير الأقصى؟ هذه تحتاج تربية. يجي واحد سكران ولا واحد يعني ربي يهديه ويصلحه، ولا يأتي واحد مخدرات الله يصلحه ويهديه، ولا دار عهر الله يهديه ويصلحه، ولا إنسان مغتاب يبي يحرر الأقصى؟ لا، هذا مسجد يحرره الطيب، يحرره النظيف، يحرره العابد، يحرره ولي الله سبحانه وتعالى، أحباء الله عز وجل، يحرره أحباء النبي صلى الله عليه وسلم، يحرره الذين أحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحرره من أحب أمهات المؤمنين. ليست مسألة هكذا تعطى لأي إنسان، هذه مسألة فهد. تحرير الأقصى ما في غش، تغش بالشهادة، تغش بالتجارة، تغش بالزواج، أما تحرير الأقصى ما في غش، هذه عقيدة، والعقائد ما فيها غش، الله ما يسمح. أنت سأل سؤال تقول جواب طويل، أنا ما جاوبت لأن نحتاج أقول، راح أقول حق الناس عندي مشروع، عندي كتاب اسمه كيف أربي مجاهدا. ما المقصود بهذا الكتاب؟ تحرير الأقصى. أنا مو مع العنف ولا مع إيذاء الحكام ولا إيذاء الدول ولا شوف، ما أتكلم بالسياسة يعني، أنا ما أفهم بالسياسة، أنا أفهم بالسياسة، لكن أنا ما أتكلم لأن مو هذا مشروعي. السياسيين يتكلمون بالسياسة، لكن مشروعي انما كيف، هذا السؤال كيف اربي ابني. ارجع لكتاب كيف اربي مجاهدا، هو اذا يستحق ولدك، اذا يستحق انه يكون ممن يحرر الاقصى يختار الله سبحانه وتعالى، اذا انا استحق يختارني الله سبحانه وتعالى. احنا الان بافعالنا المشينه هذه، بتقصيرنا في صلاتنا، بتقصيرنا في حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، بتقصيرنا في حقوق بر الوالدين، بتقصيرنا في معرفة ديننا، بتقصيرنا في الوظيفة الآمنة، غش وتدليس. وين كيف نحرر الأقصى احنا؟ شعارات، الشعارات لن تحرر الأقصى، المشروع سيحرر الأقصى. تدري كلامي هذا الآن ماذا يكلف؟ شنو هذا يكلف؟ يكلف سجني. أي إنسان يتكلم مشروع يسجن، أنا أعرف هذا، لكن الناس لما تسأل أنا أجيب. لاحظني أنا من نفسي ما أقول هذا الكلام، ما أجر على نفسي، ولكن إذا قدر الله علي فلن نتمكن من تحرير الأقصى. أنا لست جازما ولا حادث، أنا ما أعرف إلا بمشروع إسلامي، بمشروع لازم يكون الشباب فيهم فروسية. ما المقصود بالفروسية؟ قوة النفسية، الصدق، الأمانة. أتزني الحرة العرب؟ أتزني الحرة؟ شيء يستغرب، الإنسان الحر ما يغلط، هذه بنت أبوها ما تغلط، كلمة يقولها الأعراب. فالإنسان الحر اللي يعرف الله ما يخطئ، ما يغش، ما يدلس، ما يمشي وراء شعارات، ولكن عنده مشروع. فهد، أكبر مشكلة يعاني منها الآباء والأمهات والبنين والبنات إنه ما عندنا مشروع. من سيرفع راية المشروع؟ الله أعلم. أنا أحاول، من 15 سنة كنت أحاول في على الويب سايت مالي، وفي برنامجي ايضا اذا تلاحظ برنامج ضاعف وزنك، كنت حاط قميص الشهيد، وكهو عندي موجود، عندي قميص الشهيد بدم الشهيد حسن الله يرحمه، كهو موجود عندي في كبتي، وعندي الاقصى الفنيله، وعندي اللوحه، عندي عدتي. بس هل يختارني الله اكون ممن يحرر الاقصى؟ يا الله اساله ان شاء الله سبحانه وتعالى. ما اخاف اقول هذا الكلام، افتخر به. المشروع أعلنت في التويتر موجود، 9 خطوات نمشي عليها، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ما راح أقولها إلى أن نوفق للمرحلة الأولى. فإذا على الآباء نصيحة، على جميع الآباء، جميع الأمهات والبنين والبنات، فليكن جزء من حوارنا حقنا في الأقصى، حقنا في الأقصى. وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومن جميع من يتابعنا، واجعلنا من أهل هذا الحق. فنكرم وافتخر أني أنا كويتي، ولا تهم باقي الدول، لأن الكويت لن تطبع،
ليس أول ولا آخر. لو لم يبقى على الأرض إلا إنسان واحد كويتي لن يطبع، لن يفعل، ولا مو كويتي. دكتور ملخص حلقة اليوم لأن تجاوزنا الوقت. قول أستاهل الامتياز، بس هي قناعة داخلك يا ولدي. أنت تستحق الامتياز، اصنع الامتياز. ما حد يصنع لك إياه، لا أمك ولا أبوك. الامتياز تصنعه أنت بيدك بالخطوات السبع اللي قلناها في البداية. هذا الملخص. نعم. ودكتور عنوان حلقة القادمة. شيء عجيب، توالي العناوين، كلنا مميز. هذا العنوان، كلنا مميز، كلنا على الجمع. اي كلنا، انت وانت، كل من يتابع، كلنا مميز، بس الذي يدل الطريق، وان شاء الله نعرف عليه في الحلقه القادمه ان شاء الله. باذن الله الحلقه ان شاء الله راح تكون يوم الاربعاء الساعه 8:45 مساء توقيت مكه المكرمه. دكتور وصلنا الى ختام حلقه اليوم. انا انفعلت اليوم، انا انفعلت الحقيقه اليوم، فما اعرف شنو قلت، ارجو اني ما اكون اخطات، فاقول يعني فان قلت خيرا فمن الله عز وجل وبفضله، وان قلت شرا فمن نفسي والشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. هذه تحيه فريق ابتسم وفهد ودكتور ثويني. الى نلقاكم على خير ومحبه، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.